صباح الخير يا طلابي، بونجور، هاتوا لنشوف، احكولي شو رح تعملوا بعيد الحب؟ ايه والله يا أستاذ حبيبتي ال 25 كتير متعبتني. اوف 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 أستاذ، عسيرة هذا الموضوع، كيف من 30 سنة كانوا الشباب يرتبطوا بس بست بنات؟ والله الموضوع غريب. ليكوا الشباب كلياتهم عينهم جوعانة وما بتشبع، إلا حبيبي إن شاء الله بيقبر قلبي، عينه مليانة ومليت له عينه، وقال بعيد الحب رح يشتري لي ايفون 29. ما شاء الله والله شكله مرتاح، كم بيتكوين سعره؟ ما بعرف والله ما بيخبرني. يي بعد حدا بيمسك ايفون انت الثانية؟ العمى شو قديمة؟ ايه تفضلي خانم، شو بتحبي بقى حبيبي يجيب لي؟ ما مش هيك قصدي. ايه لك خلصنا بقى انتو الجوز، هلا شو بتنصحوني؟ عشو اعزم حبيبتي؟ والله اي وحدة منهم. هلا شو دخلك انتي؟ انا سألتك على شو بدي اعزمه، ولا انتو البنات كلياتكم نفس الذوق؟ طب ليك شو رأيك بالماكدو؟ لك ولي عليك شو قديمة؟ ليش اصلا في حدا لسه بيروح لهنيك لك جدبة؟ لكن شو بدك؟ والله انا عم فكر من عند كي اف يي. مش كان كي اف سي؟ كيف صار كي اف يي؟ لا هذا الفرع جاجته غير. هلا خلص يا طلاب حاجة حكي بهذا الموضوع، بتعرفوا ايام زمان كيف كان التعارف؟ اسأل الله على هذيك الايام بس. لا استاذ كيف كانوا يتعرفوا على بعض زمان؟ انا رح خبرك يا بنتي، عام 2023 كان الشاب هو اللي بيبادر، مو مثل هلا هاي الايام، يعني الشاب هو اللي كان يطلب ايد البنت مو بالعكس. طيب يا بنات هلا سؤال، بعامنا هاد 2050 انتو كيف بتشوفوا الشاب وبتقيموه؟ على حسب متابعينه على الانستغرام. حلو كتير، طيب انتو يا شباب على انو اساس بتختاروا البنت؟ والله يا استاذ بيهمني تكون بتطلع بتسهر كتير وتكون فايتة بتجارب كتير قبلي، ويعني اكبر مني مو اقل من 10 سنين. كمان بهمني انا الشاب اللي له مركز بالمجتمع، يا اما تيك توكر يا اما معلم شاورما، ويا عيني على هيك عريس لقطه، الله وكيلك ما بيجيني الا المهندسين او الدكاتره، شو ناقصني انا استغفر الله. انتو بتعرفوا يا طلابي انه انا على زماني كنت كل يوم في الصبح اشرب فنجان قهوه واسمع غنيه شخبط شخبيط. ايه الله يرحم هذيك الايام. صحيح يا طلابي انتو بس تفيقوا الصبح شو بتعملوا؟ نفس فكرتك استاذ بس على ابجريدد شوي. ما فهمت عليه، كيف يعني؟ يعني منفيق الصبح منشرب فنجان ايس كوفي موكا لاتاي ومنقعد منتسمع لعابد كفوري، ابن وائل كفوري. ايه الله وكيلك انا بلا سيجارتين مالبورو ورق اخضر ما فيني صحصح. شو هاد؟ ما شاء الله عليكم، تفي صرتوا صبايا وعم تدخنوا، يخزي العين حولكم وحواليكم. مبادرة قصت اليوم شي على التيك توك؟ لا والله لسه، منيح ذكرتيني. اوف ايه اوعى تنسى، ها هلا بتنزل من عيوني ومن عيون الصبايا. لك لا ما تحكي لي للهم، على سيرة ما تحكي لي للهم تذكرت تيم حسن لما كان يستخدمها هي الجملة. الله يرحمه. أنا اليوم رح أتقدم للشاب اللي بحبه قدامكن. حبيبتي انا عن جد ما كنت متوقع، عن جد بحبك كثير شروق. لحظه مين شروق؟ شروق الشمس بيجي من عيونك. بحبك اميره. لك مين اميره؟ اميره، ولك انت اميره حياتي. يخرب بيتك شو كان اسمها؟ ريان. بحبك ريان. اوكي مبيت روح. كيف مبيت ايدي بالعاده ما بضحك. اوكي يلا كل حدا يضحك وراي، حدا يضحك وراي. سلك سلك.